حل فصل الخريف وتوقفت هايي عن زيارة المروج، وأصبحت قمم الجبال الآن مغطاة بالثلج. أين هايدي يا عم؟ هايدي لا تزال نائمة. لماذا لم يأتي بنكي ليصحيني من النوم؟ صباح الخير يا جدي. صباح الخير، نهضتي متأخرة هذا الصباح يا هايدي. ذلك لأن بنكي نسي أن يصحيني هذا الصباح. يجب أن تعتمدي على نفسك منذ الآن. قولي يا بيتر، هل رأيت بنكي هذا الصباح؟ لا. ها؟ لماذا؟ هل ضاع؟ لم يأتي ليصحيني اليوم. من المحتمل أن الصقر قد خطفه وأكله يا هايدي. ماذا؟ إلى اللقاء. هل هو بخير؟ لم أعثر عليه بأي مكان. صحيح. هل تعرف لماذا لم يأتي بنكي هذا الصباح؟ إنني أجهل ذلك. تعال يا هايدي لهنا، حاولي أن تصنعي شيئا من هذا. خذي. حسنا يا جدي. ماذا بك؟ لابد أنه بنكي. بنكي، إنه ليس عصفوري بنكي. إن هايدي ستكون بخير. برنارد،
تعتقد ذلك؟ هل مل صحبتي يا برنارد؟ ماذا بك؟ أنت تعب يا برنارد؟ شيء. ماذا تفعل هنا؟ لقد عدت إلى هنا لأن الطقس غريب فعلا. هل هذا صحيح؟ ماذا تفعلين هنا يا هايدي ها؟ بنكي طار من هنا وأنا أتبع أنت. وهل عثرت علي؟ قل لي يا بيتر، هل تعرف لماذا طار بنكي بعيدا؟ ذلك لأنه مل وتعب من إيقاظك كل يوم. هذا غير صحيح، كان يأتي ليراني كل يوم وحتى هذا اليوم. إذن لابد أنه وجد شخصا آخر يحبه. ليس صحيحا، لقد كنا من أعز الأصدقاء. لماذا طار بينكي إذن؟ لهذا أسأل. بينكي لا يحبه. لا تقل هذا. الأسباب التي جعلت بينكي يهجرك ليست مهمة. إنها مهمة. من الطبيعي للعصافير أن تطير بعيدا لأن لها أجنحة. لماذا هي غاضبة جدا؟ مرحبا هايدي، هل عثرت على بنكي؟ إذا لم تعثري عليه على ما أظن. جدي جدي، لقد اعتنيت بالعصفورية جدي عناية فائقة. هايدي كفي كفي عن البكاء يا هايدي. هدئي من روعك يا صغيرتي، لقد اعتنيت بالعصفورة عناية فائقة. أخاف أنني لم أعتني به كما يجب يا جدي، فلهذا طار بك. كلا كلا، ليس لهذا السبب. أنا متأكد بأنه طار إلى مكان دافئ لأن الجو بارد هنا الآن يا عيني. مكان آخر؟ فمهما كان حب بنكي لك فإنه لا يستطيع قضاء فصل الشتاء هنا. من الأفضل له كثيرا أن يعيش في مكان دافئ مع رفاقه لأنه قد يتجمد ويموت إذا بقي هنا. لهذا السبب طار بنكي مع رفاقه من العصافير إلى مكان بعيد. ولكن يا جدي، لماذا لا تعيش مع أناس آخرين يا جدي؟ لماذا تعيش وحيدا؟ أنا أعتقد بأن الإنسان هو مثل العصفور، ما رأيك؟ هناك أنواع عديدة من العصافير، فالصقر مثلا يفضل أن يعيش في عزلة لوحده. هل أنت صقر يا جدي؟ اضحكي يا عزيزتي، أؤكد لك أن بنكي سيعود إليك في الربيع القادم. أنت متأكد يا جدي؟ أجل أجل يا عزيزتي، مع مجموعة من رفاقه العصافير. أود لو أتى فصل الربيع الآن. لا تكوني عجولة. ألا تود ذلك يا جدي؟ لما تضحك؟ لأنك شقية. وهكذا فرحت هايدي كثيرا عندما علمت بأن عصفورها الحبيب بينكي قد ذهب مع رفاقه العصافير إلى مكان دافئ. ومع بداية يوم جديد هنا يا راعي المعز. أين هايدي؟ إنها في المنزل الآن. هل لا تزال غاضبة؟ من المؤكد أنها غاضبة لأنها لا تخرج من البيت. آه.
غمزاتك وصلت إلى القمة. لا تكن مهملا، فأنت لا تزال صغيرا. حاضر يا عم. لماذا لم تودعي بيتر يا هايدي؟ كان يبدو قلقا جدا عليك. لأنه مزعج. أعرف ذلك، أعرف. اسمعي يا هايدي، سأخذك اليوم إلى مكان خاص ستفرحين به كثيرا. إلى مكان خاص؟ لنجمع بعض الكستناء. صحيح؟ إنك لن تجدين الكستناء هناك فقط، بل الكثير من العنب البري. أحبك. إنه مكان سري لا يعرفه أحد سوى جدك يا عزيزتي. مكان سري وبيتر لا يعرف عنه شيء؟ طبعا لا، لو كنت قد أخبرت بيتر عن هذا المكان لالتهم كل الكستناء والعنب. تأخر قدوم العصفور. ابتعدي عن ذلك المكان. ابتعدي. قلت لك ابتعدي. ابتعدي. يوكي انتظري. يوكي انتظري. لا يا إلهي، لقد أتلفت. لن أصبح عنك إذا أتيت إلى هذا المكان مرة أخرى. ها؟
كثيرة من الكسانات، وأنا متأكدة بأن بيتر سينتهش لذلك. لا تخبري بيتر عن المكان السري. لن أخبره لأنه وجه لي بعض الكلام القاسي. لن أطلعه على هذا السر إطلاقا. ما هذا؟ اذهبي وانظري يا هايدي. اذهبي. ماذا يا هايدي؟ ماذا؟ يا الله، إنه رائع بيتر سينتهش لذلك. شاربك يا جدي. لقد تحول لونه أحمر. وأنت يا هايدي. عصفور. هاي يا الله، لم اقصد ان اذيك. هذا العصفور ليس جميلا، ولكن ارجو ان تقبله هايدي وترعاه. أنا آسف لما حدث أمس يا هايدي. إليك هذا العصفور الذي قبضت عليه ليحل محل بينكي. خذي. للقاء يا هايدي. أنا بمبري. وهذه أيضا جمعتها أنا وجدتي خاصة تحكيمك. كل هذا لي؟ كانت تصادرني أفكار سيئة عنك، أنا آسفة. لا عليك، لم يحصل شيء. ودعني الآن. إنه جميل يا هايدي، سأصنع له قفصا جميلا في الحال. ولكن ما الأمر يا هايدي؟ هل هذا من نوع العصافير التي تطير إلى مكان بعيد؟ أظن ذلك. لا أريد قفصا يا جدي، لأن عصفورا كهذا يجب أن يعيش مع رفاقه العصافير. اعتذر لبيتر غدا. هكذا تتعلم هايدي عن المحبة، فالمحبة بالنسبة لكل إنسان كنز لا يفنى.